الصمود عادة غير غريبة على أهل الجنوب، فصمدوا في بيوتهم وبلداتهم حتى خلال شهر رمضان. وبدل أذان المغرب كان الجنوبيون يفطرون على أصوات المدافع، فكيف صمد الأهالي وكيف أمنوا الدواء والغذاء؟ أطفال يغادرون مدرستهم يهرعون إلى باحة الضيعة. هنا لا مكان لعدو بل لأنشودة واحدة، وين بدنا نروح هون أرضنا. ستة أشهر والاعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان مستمرة، جنوب قدم آلاف الشهداء والجرحى، إلا أنه ظل صامدا رغم بيوته المهدمة وأرضه المحروقة. سنوات من الحروب والاحتلال لم تردع أهل الجنوب عن الصمود في أرضهم والدفاع عنها حتى لو بلغ الثمن أرواحهم. هنا على بعد أمتار من الأراضي المحتلة تنبض القرى الحدودية بقلب شجاع يروي بدماء أهله حكايات وقصصا تقهر جبروت العدو. كلتنا شوف ما فيش، كل العالم ما أثهون، فيش حدا رايح. ظهرت على البراندة بدي أشوف الدنيا منين ما عم تبرو إلا من وراي الصاروخ، يعني حد منا وحتى جاي أحمر هيك دبع هون، عرفني. ما خوفك هذا المشهد؟ حاش خليك تفل؟ ما خوفني، ظليت نصالب مثل ما أنا، بس أنا بقلك صارت الشظايا حاولت تترعب بالبرنجة لحن ملو لحن مايل. مرات الناس بتهاجر بتفل نتيجة الخوف، فنحن نسبة كبيرة من الناس ما عندها هذا الخوف، منه موجود، وعنا فئة كاملة بالشباب اللي عم بتقاتل، يعني حتى لو انضرب هذا البيت مرة واثنين وثلاثة، وبال 2006 انضرب ورجعنا عمرنا وبت اهلي نفس الشيء، فنحن اهل جنوب هيك، وما بدنا نروح، يعني بدي اروح هاجر واترك الارض، تطلع هون الارض اللي حواليك كلياتها، كلتها انا تعبان فيها وكلتها انا عاملها، بدي اتركها لمين؟ كان في طفل بهذا البيت نايم بهذه الغرفه، عمره شيء سنتين يمكن او اقل، فتشوا على اهله لقوه تحت الدمل امامه تحت الردم طيب عايش. بهمة ان ما يبقى حدا بالمنطقه، تتفرغ المنطقه كلها، يعني نكون أعطيناها الذريعة، نكون أعطيناها المطلوب، نكون حققنا لها هدفها. نحن ما بنعمل هيك. حتى الصمود هذا، صمود المدني كمان هو جزء من هزيمة إسرائيل إن شاء الله. لم يحرم أهل الجنوب من حلوى رمضان ولا حتى من حاجاتهم الأساسية ولو بصعوبة في بعض الأحيان. بعدك بصدق؟ الحمد لله. صمود والمقاومة، ولن الشرف وإن الشرف نضل بالجنوب مهما كان الثمن. يعني بفضل الله وفضل المقاومة اللي هي عطتنا الثقة وعززت صمودنا، يعني بصير في ضربة هون وهون وهون، بس بنعرف إنه بالمقابل إنه في شيء رادع لإسرائيل. الشركة تخاف على موظفينا وما تبعتهم، يعني ما توصل طلبية وصير في ناقص طبيعي، صارت هذه لما تصير تحتدم الأمور أكثر يعني. بس إنه بشهر رمضان اجمالا كان الوضع رواق بشهر رمضان. اليوم وزعوا الحمد لله، كلها عم توزع سبب بعض العالم، يعني العالم صامد في شيء يعني، بس انه وضع اقتصادي شوي صعب على الناس هون، يعني هون بتعرف خط عام، يعني طلع من هون على الجبال خفت، يعني بيخرب اليوم بيروت لهون ما شو يطلعوا على المنطقه. كنا صامدين الحمد لله وما خفنا ولا شيء الحمد لله، ولا سترك، بس بدها تيجي الساعه بدها تيجي اكثر من المط ما فيش. الشركات خففت زياراتها للمنطقة، هذا شيء طبيعي، بس المرضى كانوا عم يتأمنوا بكل الأدوية، عم نأمنهم بالبديل لأنه ما حدا ترك المنطقة، يعني الضربة إجت حد الصيدلية هون بمية متر مرتين، كنا عم نكفي عادي وعارفين حالنا أصحاب حق ونحن ما منفل، هن يفلوا. هي حكاية صمود لم تبدأ مع اغتصاب إسرائيل لأرضنا ولن تنتهي حتى تحرير آخر شبر محتل.